أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل متأثرا بجروح أصيب بها فضلا عن إصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر جنوب أريحة. من ناحية أخرى، اقتحم مستوطنون ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. يأتي ذلك في ظل مواصلة القوات الإسرائيلية فرض إجراءات مشددة وتقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد في خامس أيام عيد الفصح اليهودي.